النهارده هنكون مع حضراتكم انا ودينا كده يعني استثنائيا، وهنحاول نقرا مع حضراتكم الجرايد. طبعا مش هنحلل ولا اي حاجه، علشان يعني تحليلنا هيكون اكيد ملوش اي علاقه بالطبيعي وبالمنطق، ولكننا هنحاول كده نديكم فكره سريعه قبل ما تنزلوا الشغل على اخر واهم الاخبار. هنبتدي اول نقرا العناوين يا استاذه دينا. صحفيه جديده، صباح الخير بالليل معاك. يلا نبدا من مصر اليوم. من مصر اليوم: المحامون يتحدون القضاء ويعرضون على المجلس العسكري الاشراف على الانتخابات، والزند هراء، وده تصريحه بهذا الشأن. من جريدة الشروق الصفحة الأولى: مبارك يظهر في القفص 5 دقائق ورفعت يؤجل القضاء لما بعد الفصل في الرد. مش المفروض المحاكمة اتأجلت شهرين؟ أوكي. الشعارات الدينية، وده من الأهرام صفحة 1: الشعارات الدينية تشعل الصراع بين الإخوان والقوى الليبرالية. الدستور الصفحة الأولى: مفاجأة، أسبانيا ترفض تسليم حسين سالم بحكم قضائي مصري. من الشروق صفحة 1: علاء سيف يرفض محاكمته عسكريا، والنيابة العسكرية تحبسه 15 يوم. مصر اليوم للصفحة الأولى: المشير القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن أمن مصر رغم مسؤوليتها عن الإصلاح السياسي. من الأهرام الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل في تصريحاته للتلفزيون أو لمحطة الجزيرة: مصر بلد متدين ولا يمكن حكمه موقع ديني واحد. المصري اليوم الصفحة الثالثة: يوم الغضب في جامعة الأزهر، آلاف الطلاب والأساتذة يطالبون بإقالة القيادات. وأخيرا، وده يمكن تابعنا كل هذه التصريحات امبارح: الأسد، أي تدخل غربي سيحرق المنطقة، وسوريا ليست مصر أو تونس. نبدأ بالموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة، هيكون ليه فقرة كاملة، بس هنقول لحضراتكم الخبر اللي كان موجود في مصر اليوم أو طبعا في مختلف الجرائد، يعني فرونت بيج. طبعا: المحامون يتحدون القضاء ويعرضون على المجلس العسكري الإشراف على الانتخابات، والزند يقول أو بتصريحه أو تعليقه على هذا الموضوع هراء. شرف يتوسط لحل الأزمة، والجندي القضاء سيعودون للمحاكم. في المقدمة بيقول: قدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعرض فيه إشراف محامين بالنقد على الانتخابات البرلمانية بدلا من القضاء، في إطار خطط تصعيد المواجهة بين جناحي العدالة، طبعا بسبب الخلاف حول قانون السلطة القضائية. فيما بدأ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء سلسلة اجتماعات أمس مع أطراف الأزمة للبحث عن مخرج لها، ووصل ناشطون في نقابة المحامين جهودهم لحشد الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة غدا الثلاثاء، وتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة النقابة بعد إعلان اللجنة القضائية تعليق عملها. وأصدرت لجنتا الشؤون السياسية والشريعة الإسلامية والنقابة بيانان ينتقدان إطلاق قضاة الرصاص على نشطاء ومحامين مساء الجمعة. وقال أحد البيانين أن قضاة مصر الشرفاء يجب أن لا ينسوا بكاء أحمد الزند رئيس نادي القضاة على نظام حسني مبارك، وأن قضاة فاسدين زوروا إرادة الشعب في انتخابات 2005 و2011. أعتقد الموضوع مهم جدا، ويعني زي ما قلنا تاني أن يمكن أهم التصريحات هو أن الدكتور عصام شرف بدأ، وده في خلال مثول الجريدة للطبع المصري اليوم، في محاولات للوساطة لحل هذه الأزمة. بدأ امبارح لقاء مع المستشار حسام الغرباني رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل محمد عيد عبد العزيز الجندي، وأيضا بحضور الدكتور علي السلمي لبحث الأزمة. عندنا فقرة كاملة على هذا الموضوع. ده فعلا من المشاكل، واضح ان هي ابتدت تكبر وتكتر من الأول، بدل ما بنحل المشكلة بنسيبها لحد ما بتتصاعد جدا جدا جدا، وبعد كده نيجي نلحق نحاول نحلها. يعني أزمة القضاء دي لو ما اتحلتش قريب جدا الدولة بتنهار، من غير قانون انت ما عندكش دولة، فلازم على قد ما بنقدر يبقى زي ما قلنا كتير جدا، لازم يكون عندنا أزمة، لازم يكون عندنا إدارة لحل الأزمات، ولازم يكون عندنا بالظبط. الخبر الثاني معانا من جريدة الشروق الصفحة الأولى: مبارك يظهر في القفص 5 دقائق فقط ورفعت يؤجل القضاء لما بعد الفصل في الرد. تفاصيل الخبر ده ليه حاجتين بالظبط. كان بعض المحامين المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك قد تقدموا بطلب رد رئيس المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت لعدة أسباب، أبرزها أن المستشار رفعت سبق له أن انتدب لعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة، والأمر الذي تبين عدم صحته لاحقا، عشان كان في ناس طلبت فعلا أن المحكمة تترد. وهو الأمر حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد سالم في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت
طلب الرد انه بالاطلاع على ملف خدمه المستشار احمد رفعت قد تبين انه لم يتم انتدابه فقط للعمل برئاسه الجمهوريه. في سياق متصل وفي جلسه قصيره، ده بقيه الشق الثاني من الخبر، في سياق متصل وفي جلسه قصيره لم تستغرق الا اقل من خمس دقائق، قررت محكمه جنايات القاهره برئاسه المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة أمس تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاء جمال وعلاء واللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة مع استمرار حبسهم لاتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وحضر مبارك في مروحية ودخل القفص على سريره واجتهد جمال في إخفائه خلال الدقائق المعدودة التي شهدتها الجلسة، وهو رد على القاضي أحمد رفعت حيث أثبت حضوره بالقول موجود في مظهر العدلي ببدلة السجن، وغاب فريد الديب وعدد كبير من المحامين عن الجلسة. يعني اعتقد ان احنا بنتابع بكل الشغف هذا الموضوع، ويمكن هو في نفس اهمية الموضوعات الاخرى. طبعا الانتخابات هي الاولوية اكيد في هذه المرحلة، وطبعا كل الازمات المتلاحقة اللي بنتابعها، ولكن ده لا يعني ان احنا لا نتابع او منتهى الترقب نتيجة هذه المحاكمة والتي سميت بمحاكمة القرن. هنروح على الأهرام، ومن صفحة واحد: الشعارات الدينية تشعل الصراع بين الإخوان والقوى الليبرالية. طبعا أزمة الشعارات الدينية لو حضرتكم أكيد عارفين هي فكرة عدم استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية أو الدعائية للمرشحين أو للأحزاب. وطبعا أشهر هذه الشعارات التي طبعا يعني إحنا يعني كلنا كنا بنتتبعها من زمان: الإسلام هو الحل. عادت الشعارات الدينية أمس، لتفاصيل الخبر كتب هاني عزت من الأهرام، أعادت الشعارات الدينية أمس لتشعل الصراع من جديد بين القوى الليبرالية من ناحية والتيارات السياسية ذات المرجعية الدينية من ناحية أخرى، في الوقت الذي شن فيه حزب المصريين الأحرار هجوما عنيفا ضد الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان لإصراره على استخدام شعاري الإسلام هو الحل ونحمل الخير لمصر. جاء رد الإخوان ليؤكد أنهم لن يتراجعوا أبدا عن رفع شعار الإسلام هو الحل. احنا بقى لنا اسبوع يا شريف القصه دي بالزبط. في البدايه خالص الاخوان يمتنعون عن استخدام الاسلام والحل، وبعديها يجي امبارح لا هنرجع تاني للاسلام هو الحل. وده يمكن في اطار يعني احنا يمكن تم ملاحظه هذا الموضوع على القوى السياسيه المرجعيه الدينيه تحديدا، ويمكن حزب الحريه والعداله من اهمها، او الاخوان المسلمين بالتبعيه. يعني فكره التضارب في المواقف والتضارب في الاراء والتصريحات. ده صحيح. هنعمل مش هنعمل، هنقول مش هنقول، قلنا وما قلناش. كان الشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المصريين الأحرار والمرشح على قائمة الكتلة المصرية في إمبابة قد شن هجوما عنيفا على ما سماه محاولات حزب الحرية والعدالة استخدام مسجد الرفاعي في الدعاية الانتخابية، مواضحا أن الحزب أقام سرادقا بين مسجدي الرفاعي والسلطان حسن لتوزيع المواد التموينية والأدوات المدرسية على المصلين. ووصف الرفاعي ما قام به الحرية والعدالة من وضع لافتات على المسجد بأنه تصرف غير مقبول. الرفاعي والسلطان حسن أصلا أثار طبعاً. أماكن أثرية المفروض يكون أي حاجة بتحصل فيها تكون بمعرفة المعنيين بهذا الشأن. فأعتقد أن يعني هذا الخبر بيفتح أكثر من ملف وبيشعل أكثر من موضوع. ونيجي على طول لجريدة الدستور: مفاجأة، أسبانيا ترفض تسليم حسين سالم بحكم قضائي مصري. ما لا يمين غالبا بنسمع أن حسين سالم حر طليق موجود في أسبانيا. تفاصيل الخبر بتقول أن التحقيقات في قضية حسين سالم في أسبانيا ليست لها علاقة بما حدث في المحاكم المصرية. جاء ذلك تعليقا على الحكم على حسين سالم بالسجن 7 سنوات مع 2 من أبنائه غيابا بتهمة الكسب غير مشروع وغسيل الأموال. وقالت الصحيفة أن سالم الذي كان أحد شركاء مبارك المقربين قبض عليه في يونيو الماضي في أسبانيا، وبعد القبض عليه جمدت السلطات الأسبانية ملايين اليوروهات من حسابات حسين سالم البنكية، وحجزت على الكثير من ممتلكاته الذي كان يخضع للحبس الاحتياطي في أسبانيا ويحمل الجنسية الأسبانية هو وأبنائه. وأضافت الصحيفة أن أحد القضاة الأسبان المكلفين بالحكم في قضية حسين سالم صرح بأن تسليم سالم للحكومة المصرية سيستغرق وقتا، لأن الحكومة الأسبانية تحتاج مرسوما رسميا من المحكمة يقضي بتسليمه. خبر يمكن واخد متصدر برضو الفرونت بيج في كل الصحف المهمة سواء الحكومية أو الخاصة.
المشير طنطاوي كان في تغطية مهمة جدا لأكبر مناورة بحرية تمت في السنة دي يعني، ومشير طنطاوي بيقول في تصريحه: القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن أمن مصر رغم مسؤولياتها عن الإصلاح السياسي. أعتقد دي الرسالة الأساسية من وراء التغطية الكبيرة جدا لهذه المناورة. أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة أن القوات المسلحة قادرة على الدفاع عن أمن مصر ضد أي اعتداء خارجي على الرغم من مسؤولياتها السياسية والإصلاحية. وقال المشير في تصريحات له بالإسكندرية أمس على هامش المناورة البحرية انتصار بحر 44 أن القوات المسلحة قادرة رغم مسؤولياتها السياسية على تأمين البلاد والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي. وأضاف أن المناورة انتصار البحر 44 تثبت للعالم مدى كفاءة القوات المسلحة المصرية والقوات البحرية، وأنها تعكس للعالم أن القوات المسلحة رغم مسؤولياتها الإصلاح السياسي داخل مصر إلا أنها على هبة الاستعداد في أي وقت للتصدي أو في أي وقت للتصدي عن مصر ضد أي اعتداء من الخارج. ونفذت القوات البحرية أمس أكبر مناورة على سواحل مدينة الإسكندرية وتضمنت إطلاق صواريخ متطورة من الغواصات واللانشات السريعة، كما شهدت انضمام قطع بحرية جديدة تحمل أسماء شهداء القوات المسلحة واختيار المهارات الفنية والقتالية للنشأ المرور الساحلي البحرية واحد الذي تم تصميمه وتصنيعه بأيد وخبرات مصرية بنسبة 100% ويتميز بقدرات عالية في المناورة وخفة الحركة. أعتقد أن مع أهمية الخبر هي دي من أهم الحاجات اللي في الخبر، لانش مصري 100%. أعتقد دي حاجة مهمة جدا ونفتخر بيها أكيد. نفتخر بيها طبعا. يعني أعتقد أن حان الوقت ان يعني يكون في حاجات كتيره مصريه في 100% وصنعت في مصر يعني. اهميه الخبر دوت زي ما احنا قلنا تاني هو التركيز على ان تولي مسؤوليه المجلس العسكري لمهمه انتقال البلاد لا يعني باي حال من الاحوال تاثيره او تاثر دوت بممارسه مهامه في تامين حدودنا والدفاع عن البلد. واعتقد ان ده يمكن زي ما بيقولوا كان كامبيننج ذكي جدا جاي في مرحله مهمه جدا للمجلس العسكري طبعا.